احمد، مساء الفل، عيد سعيد وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا دكتور إيهاب، كل سنة وحضرتك طيب وكل الأمة الإسلامية والشعب المصري بخير. يا رب يا رب، كل سنه وانت طيب. مين اللي أنت طيب. هيقدم العيديه لجماهيره من وجهه نظرك يوم الاثنين القادم عشان العيد يكتمل؟ والله يا دكتور، لو جينا نتكلم اللقاءات دي يعني مبقاش فيها فيها تنبؤات بشكل كويس. أنت عارف يعني النادي الأهلي أو الزمالك حتى في عز الحالات بتاعته، النادي الأهلي بيكون مميز جدا، ممكن يخسر الدوري، يخسر الماتش دوت، ممكن نادي الزمالك نفس الكلام، فما لهاش حد يقدر يتنبأ يعني. بس احنا بنتكلم على الشكل العام، لأن يعني الفترة اللي فاتت النادي الأهلي في مؤجلات بشكل كبير ابتدى يشتغل عليها بشكل كويس، يعني اخر ماتش يعني كسبه في الدقيقه الاخيره وسام ابو علي. نادي الزمالك حتى على الاراك الثاني يعني ابتدى يشتغل بشكل كويس، اخر ماتش هو فايق كسبان نادي الاتحاد السكندري اللي ماشي السنه دي من احسن الماتشات ليه او احسن المواسم ليه مع كابتن طارق تمام. العشري، جايبين 3 اهداف، عاملين اداء كويس ونتيجه كويسه. فالماتش صعب على الفرقتين، بس يعني جينا نتكلم الاحصائيه، كولر في ماتشات نادي الزمالك اللي لعب 4 لقاءات ما خسرهمش، يعني الراجل الوحيد ما خسرش قدام نادي الزمالك، اللقاءات كلها اللي لعبها مع نادي الزمالك ما خسرش، فهو بيقدر يجيد الماتشات الكبيره او بيدير اللقاءات الكبيره بشكل كويس. تمام. لو انت موجود مكان مستر كولر في القياده الفنيه، هتبدا تشكيلك بمين من وجهه نظرك كابتن ابو مسلم؟ لا هو يا دكتور انت عندك في غيابات كتير جدا مؤثره بشكل كبير في النادي الاهلي، يعني مظبوط. احنا بنتكلم، انت عندك بتتكلم على قلب يانج موجود، بتتكلم على مروان لحد دلوقتي ما اتضحش، النهارده خلاص بيرسي ده وخد الاوكي النهارده هيبقى موجود ان شاء الله في الماتش بتاع بكره ان شاء الله، بتتكلم على ياسر ابراهيم، بتتكلم على في لعيبه كتير مؤثره، امام عاشور طبعا من الناس المؤثره جدا لحد دلوقتي، يعني ناس بتقول بس انا شايف يعني انا عارف لحد دلوقتي مش موجود يعني. فبتتكلم على في لعيبه كتير ما لهاش ليها وجود، يعني نرجع نتكلم ما فيش اختلاف على ممكن مصطفى شوبير الغيابات دي كلها تؤثر في اللقاء بالنسبة للنادي الأهلي يا كابتن مسلم من وجهة نظرك، طبعا، ولا في زي ما بنقول دايما الأهلي بمن حضر؟ هو طبعا فيها دكتور في حاجه في اماكن معينه هتتاثر بشكل كبير، يعني احنا بنتكلم الاهلي طبعا فيه مميزات وعنده لعيبه سكاوتنج مميز جدا، بس انت بتتكلم في اماكن مؤثره، لو جينا نتكلم مثلا في نص ملعب النادي الاهلي مروان لو ما بداش بكره هتبقى في مشكله في نص الملعب، ده في رئتين كو في النادي الأهلي، أنا معاك. طبعا انت عندك واحد من اللي هو بيقدر يتحكم في اداء الملعب في الريتم بتاع اداء الملعب، بتتكلم عندك أليو ديانج مصاب، بتتكلم على مروان لو مش موجود، بتتكلم لسه ممكن يلعب كوكا او السوليه الاثنين ويحطوا قدامهم حد 10، ففي لعيبه مؤثره. بتتكلم مثلا على هيبتدي ازاي، لو هيبتدي مش عندوش اختلاف هيبتدي مثلا مصطفى شوبير، لو جينا نتكلم هيتكلم مصطفى شوبير، بتتكلم على ممكن خلي بالك يدي محمد هاني ده وهيدي قدامه يعني رام ربيعه هيبقى موجود طبعا، وعبد المنعم موجودين، علي معلول طبعا هيبقى موجود. بتتكلم هو انا دي بقى اللي هي الحته اللي فيها المشكله الكبيره، هو في فرقتين في نادي الزمالك وفي النادي الاهلي، بتتكلم انا شايف ممكن لو مرانوش موجود بكره ممكن يحط كوكا وعمرو السوليه في نص الملعب ويحط قدامهم، ممكن يبتدي بقفشه هيبقى قدامهم 10. بتتكلم على طبعا حسين الشحات مش موجود، بتتكلم على بيرستاو ممكن يبتدي بيرستاو، بتتكلم الناحيه الثانيه اللي هي اللي فيها المشكله كلها خلي بالك ممكن يبتدي بكريم فؤاد، انا شايف ممكن يبتدي بكريم فؤاد الناحيه الثانيه، وراس حربه ممكن يبتدي وسام ابو علي، وسام ابو علي ممكن يبتدي بيه او كهرب، يعني واحد من الاثنين هم دول التشكيل اللي هيبقى مش هيخرج عنه يعني. مودس ولا كهربا يبدأ بيه من وجهة نظرك؟ لا يا دكتور كهربا ما هو ما ينفعش نقارن يعني اثنين ببعض، يعني مودرس لعيب كويس بس يعني عند رايي الراجل ده كان زمان، يعني هو راجل لعيب مميز بس مش الوقت بتاعه في النادي الاهلي الوقت ده، يعني هو تمام. لعيب مميز والسي في بتاعه قوي جدا بس مش النادي الاهلي، يعني حتى انت جينا نحسبها ارقام كهربا الماتش اللي فات كهربا بيجيب اهداف من نص فرصه، هو مودرس بيحاول يصنع عشان هو راجل بتاع بوكس اللي هو بتاع البوكس ما يخرجش عن البوكس اللي موجود فيه، بيعمل اسيستات كويس بس انا مطلوب مني ان انا اجيب اهداف، طيب فانا لا شايف كهربا في الماتشات الكبيره عنده شخصيه بيقدر يجيب اهداف يعني. طيب رسالتك لجماهير الناديين الاثنين في مباراة القمة؟ والله طبعا نتمنى بكره الالتزام بشكل كويس وبروبه بشكل كويس، واحنا شايفين الاداء لما ما يكونش في جماهير في الملعب يا دكتور المنتخب بيتاثر مش معاك الانديه بس، معاك فعايزين ان شاء الله بكره الماتش يليق بنقول الديربي الافريقي الاول موجود في افريقيا طبعا ان شاء الله يكون حدث كويس وتدي دفعه قويه اللي احنا نقدر نستكمل بطوله الدوري بجماهير بحاجه مميزه يعني. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا نجمنا كابتن احمد ابو مسلم، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي. طيب تعالوا